ناقش المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية الذي انعقد في دمشق تجارب الاستثمار الناجحة وحوافزه في المدن والمناطق الصناعية العربية والتكامل الاقتصادي العربي في هذا المجال. ستبقى سوريا قلب العروبة النابض، وهذا الحدث التاريخي العربي الهام المؤتمر الخاص بالاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية وتأسيس المكتب الإقليمي في سوريا وانطلاقته للعمل، هذا خير دليل على عودة سوريا. أردت أن أركز على محاور محددة واقتراحات عملية، منها أننا في ظل ثورة المعرفة الفضاء مفتوح لنا، الفضاء الرقمي للتعاون، لأنه ليس فيه حدود ولا سيادة لأي دولة، وهذا مجال ضخم جدا وهو مجال المستقبل. المدن الصناعية دائما بيكون بتعمل التكامل الاقتصادي العربي والترابط ما بين المدن الصناعية وأيضا المدن للموانئ الجافة الحرة، وهذا التكامل بيحقق ثقة للمستهلك من خلال جودة المنتج العربي، واللي كلنا عم نسعى له يكون الأفضل، بيقدر ينافس المنتجات الغربية وغيرها. المشاركون في المؤتمر ركزوا على دور المدن والمناطق الصناعية العربية في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية، ودور التكنولوجيا ونظم المعلومات والتقانة وصناعة البرمجيات وإدارة المعلومات في تطوير الأعمال لجذب الاستثمارات ودورها في سرعة وتحسين الأداء. هناك فرص استثمارية ضخمة، نحتاج إلى مجموعة استثمارات، اقتصادنا بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى أن هناك رغبة في تطوير ما وصلنا إليه في الصناعة. دعينا للمؤتمر، أول مؤتمر بصير بعد الأحداث الإرهابية اللي دارت في سوريا من 2011، هو أول مؤتمر عربي بتقوده الاتحادات العربية النوعية المتخصصة اللي تابعة لمجلس الوحدة الاقتصادي. لبينا النداء، سوريا معروف عنها نداء الروحي للدول العربية، واللي هي نحن بنعتبرها حاضنة للدول العربية. هو مؤتمر مهم استراتيجيا من حيث إيجاد آلية تنظيم للمدن الصناعية وآلية عملها ودخول الذكاء الصناعي والتجارة الإلكترونية من خلال آلية منظمة هي إطلاق الاتحاد العربي للمدن الصناعية. حضر الافتتاح عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات العربية وغرف التجارة والصناعة وحشد من رجال الأعمال والمهتمين. تأسس الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية عام 2009، واختيرت دمشق مقراً له، وفي عام 2020 صدر المرسوم التشريعي رقم 217 القاضي بالترخيص للاتحاد بإنشاء مقر دائماً له في سوريا.